إذا كل الشكر للجميل محمد المبيضين على هذا التقرير. طبعا هذا التحضير لسباق السرعة القادم مع بهاء دلقوموني، شاكر جويحان وعدد كبير من الأسامي اللي ظهرت خلال التقرير بفقرة موتورز. يعطيك ألف عافية محمد مبيضين. صح، يعطيك ألف عافية. ورح ننتقل الآن للكيك بوكسينج النسائي، معنا الكوتش تغريد شاهين. صباح الخير. أهلا، كيف حالك؟ الله يسعد صباحك. صباح الوردة إليك كوتش تغريد وبالبوكس حبيبتي. صباح بدايتك. أنا بدايتي كنت مدربة لياقة، بلشت مدربة زومبا، ما حبيت أني أضل زي ما أنا، كان طموحي أكبر وأوصل لإشي أني أفجر الدنيا زي بيحكوها. أخذت دورات بيرسونال ترينر، ميراش، الزومبا، البيلاتس، لقيت حالي بالبوكسينج، ممكن بالكيك بوكسينج والملاكمة أني أنا يطلع مني إشي كتير حلو. أخذت أحزمة الحمد لله. من قد ايه عمرك بس بلشت؟ انا عمري 8. لا انا من سنتين صراحه بالكيك بوكسينج بالملاكمه. انا مش من زمان رياضيه، انا كنت حدا كثير ناصح، كان وزني عالي. بلشت لياقه قبل سنتين؟ لا انا من 2016 كنت بلشت مدربه زومبا. حلو. كل فتره قلت لك انا ما كنت بلاقي تغريد ممكن تبين محل اكثر من هيك، لانه بيطلع منها اشياء كثير حلوه. حلو. حبيت الكيك بوكسينج كارديو، اللي هو عم تشتغل انت بتعمل كومبونيشن كومبو، بتحط بتسمع فيه اغاني موسيقى معينه، كيف ترفع الهارد ريت، كيف متى بننزل مع الايقاع، ممكن تدخل شرقي، شيء كثير حلو ابداع. احنا بالكوتش انا ما بحط شرقي، احنا بس بحط لنا ايقاع سريع. لا اسمع، هو شوف احكي لك، هو المدرب نفسه شو بيختار وشو بيحبب من الناس بلعبته. فانا لقيت حالي ممكن اني كمان على الكيك بوكسينج اني انا العب كمدربه واطلع جيل. عندنا هون منتقد لهالشيء، عندنا مدربات نخبه وعلى مستوى آسيا وحتى محلي على مستوى محلي. ومن كتر حبي لهذا الإشي أنا فتحت بمنطقتي في عمان الشرقية بس أكاديمية للكيك بوكسينج في عمان الشرقية. عندنا هون للسيدات بس. وحابة إنه هدفي صراحة إني أنا أنشئ جيل فئات الأعمار جميع يكونوا قادرين انهم يكونوا بالكيك بوكسينج. طيب حكيتي نقطة قبل ما نكمل بالموضوع كوتش تغريد، انك كنتي صاحبة وزن كبير وخسرتي الوزن بالكيك بوكسينج. هلا دارج انه البنات لما بدهم ينزلوا وزن يروحوا على رياضة الكيك بوكسينج لانه فيها الحركة عالية. اكيد. احكي لنا عن هالتجربة، قديش نزلتي؟ خلي الصبايا يستفيدوا اللي حابين انهم ينزلوا وزن. انا كان وزني 125 كيلو. اوف. ما شاء الله. نزلت بداية رياضة. حلو. رياضة ودايت. دايت ورياضة بيقولوها. بس هوني بقول لك الإرادة بتعمل بتوصلك للأمر وأبعد. وأي إشي أنت بتحطه في بالك وفي إرادة بتوصل له. فهي دائما الدايت مهم جدا في الرياضة. فهم إشي بيكملوا مع بعض الرياضة والدايت. بس الأساس الأكل. صحيح. الأكل. 70% بيحكوا أصلا. طبعا طبعا اللياقة هي الرياضة هي بتعمل شيبك أكثر للجسم. بس بتشد الجسم اكثر. بتشد اكيد اكيد وبرضه بتساعد على حرق الدهون. اكيد طبعا يعني. بس انا قصدي انه الاساس الاكل، تغذيه. تغذيه صح. طب بلشتي حضرتك بالكيك بوكسينج، احنا متعودين انه هاي رياضه غالبا للشباب. هي مش احتكار على الشباب. لا لا لا. كيف اجتك الفكره انه لا انا سيده وقادره؟ العكس، هي بتعرف قديش هي حلوه، قديش بتطلع عنها منك بتطلع منك طاقه سلبيه. الغضب. بتعرف زي اللي بيكون وراك لما بتلعب انت على الكيس بتفش كلك. صح مزبوط. وخلص بعديها ولكنه في إشي ولا انك حلو. هي عن جد كثير حلوه، كثير حلوه، بقولها هرمون السعاده. هلا في شهادات معينه لازم تكون موجوده، فتي بهذا المجال ولا لسه بدك تفوتي هذا لا المجال؟ هو انا بصراحه بطمح. لا بلا، اخذت دورات وعملت. بس هلا حاليا بطمح اني اكون في المنتخب ان شاء الله. حلو. ويكون عندي افكار وراح ان شاء الله اصير، يعني انا باصراري وعزيمتي راح اصير ان شاء الله. بس سؤال، كيف ممكن تشجعي الفتيات او السيدات انهم يلعبوا هاي الرياضه؟ يعني في منهم بيخافوا من الاذيه انه تنأذى وهي بتلعب او فايت. هي بفكروها الناس هي دفاعيه اكيد، بس هي اغلبها هلا صار هي فتنس وفي ناس هواء. بس انا حابب صراحه يكون عندنا ننشئ فريق وطني للمنتخب الوطني. انا بصراحه هاي احد اهدافي وقريب جدا، يعني عم بحضر انا صبايا وحتى باطفال من عمر صغير. حلو. بأسسهم وان شاء الله يا ربي انه اوصل لشيء حلو هون في البلد، انه بصراحه يعني هو مفخرة اكيد وانجاز لشخصي للواحد. الواحد هيك لما يقدم ويلاقي حصاد اللي بيقدمه. أكيد. من اي عمر عم بتبلشي تدريبات للبنات الاطفال؟ هلا
هي فئات، كل فئه لها مثلا تدريب، بس احنا فينا نبدا من 4 سنين ما في اي مشكله. بتكون لياقه اسهل. لياقه اسهل، بس هم بيغلبوا، بس بدك يكون عندك مدرب مختص وله طوله بال ويعرف كيف مفتاحهم هذول الاطفال كيف. بس هي كثير رياضه حلوه يعني، على مستوى بنتي هي بتشوفني لحالها. قد عمرها؟ 8 سنين لحالها اسم الله عليها هي بالفيديو. وبصراحه انا لاني طول النهار دائما مشغوله، فهي بتشوفني فبتقلدني، فقلت خلص انه لازم انا ابلش من الصغار. حلو كثير. قبل هو كنا عم نحكي عن فكره انه الفكره الماخوذه عن الفتاه لما بتلعب كيك بوكسينج انها بتخوف. دائما مدربه كيك بوكسينج الله يعين جوزك اكيد بتضربيه. لا ما في منه هالحكي اصلا، هي رياضه كثير حلوه كثير يعني. انا بشجع البنات. فيها صعوبات للفتيات يبلشوا يلعبوها ولا هي كتكنيك؟ مش اي حدا رح يقول لك يلبس جلافز ورح يعرف يلعب مزبوط، لا فيها شوي، بس اللي بحب ما في شيء صعب عليه. حلو كثير. طيب هلا بس نخلص المقابله شويه كومبوهات انا وانت، لانه انا بلعب بكيك يا تكرمي. بس لو قلتي اجيب الجلافز كنت حكي لك تجيبي الجلافز ونسيت. لعبتها سنه انا تقريبا، ورياضه جميله جدا بجوز هيك. هي لياقه اكثر من انها هي بتعرفي لازم تكون عندك اداء بدني عادي. صحيح. عالي، مش اي حدا بيلعب. بس هون السؤال، قد ايه نصيحتك للبنت اللي بدها تنزل وزن على رياضه الكيك بوكسينج؟ قد ايه يومي، يوم ورا يوم، قديش المده اللي تلعبها ورا بعض؟ هو انا بشجع بصراحه يوم بعد يوم، ما بشجع بس لانه الجسم بيتعب، عضلات لازم ترتاحية، تعمل استشفاء كمان. يس اكيد. فانا من نصيحتي انه يوم بعد يوم، 3 ايام، ساعه كفيله بصراحه بين ورم اب، ربع ساعه انه بعدين الورك اوت، بعدين الكول داون، يعني هو كثير حلو، مجهد هو فعليا، بس مفيد، في نتائج مباشره، جميل جدا، بتحس حالك بعد ما خلصت. طب موضوع الفايت بس يعني، لا ما بتنزلوا فايت ولا في فايت؟ صراحة أنا ولا مرة، بس حابة الجيل اللي راح أطلعه أكيد حمل أنا بطولات بإذن الله تعالى. خير وسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. نورتينا تغرير، وفعلا نتمنى لك كل الخير وتحقيق الأمنيات. وشكرا لكم حبيبتي. وهلا على الفايت أنا وأنت. يلا جاهزين؟ أنا برا يا جماعة. كل الشكر لك تغرير بكل أنوثتك الجميلة. أهلا وسهلا فيك.